بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. أما بعد، فبفضل الله وتوفيقه فله الحمد والشكر، فهو أهل الثناء والمجد. نواصل المسير مع المتشابه في سورة البقرة، وبحمد الله مع الآية 110 من سورة البقرة، مع قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية تتشابه في بعض أجزائها نهايتها مع الآية 20، الآية 20 من سورة المزمل. للسائل أن يسأل: بالرغم من اتحاد الآيتين في الحث على طائفة من العبادات، إلا أن ختام الآيتين اختلف، فلماذا؟ نقول: وبالله التوفيق، والله أعلم بمراده. لو تدبرت آية البقرة تجد أنها ذكرت طرفا من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمون، ذكرتها على سبيل الإجمال ولم تفصل فيها. فلما لم تفصل في ذكر الأعمال الصالحة ناسبها ألا تفصل في بيان الأجر، ثم ختمت بشرط قبول الأعمال، شرط قبول أي عمل: إن الله بما تعملون بصير، أي يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. أما آية المزمل فقد فصلت في طرق الطاعات التي يقوم بها المسلمون، بل أنها ذكرت طرفا مما يؤدونه من فرائض بل ونوافل. فلما فصلت هنا في ذكر هذه الطاعات، فصلت في بيان الأجر الذي أجمل في الآية السابقة، ثم دعتهم إلى شعار المسلمين الدائم وهو الاستغفار. الاستغفار بعد كل طاعة في هذا الموضع لتناسب من جهتين: تناسب ما ورد في بداية الآية من حصول التقصير، علم أن لن تحصوه، وأيضا تؤدي معنى مهم أنه مهما أديتم من طاعات فلن توفوا حق الله، فداوموا على الاستغفار لتجبروا النقص والتقصير، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحمد الله وتوفيقه نواصل مع الآية 120 من سورة البقرة، مع قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية تتشابه مع الآية 73 في سورة آل عمران ومع الآية 71 في سورة الأنعام. للسائل أن يسأل عن اختلاف صيغة وصف هدى الله بالرغم من أن معناها واحد. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. آيتي البقرة والأنعام تتحدث عن حرب مستمرة مستعرة من شياطين الإنس من يهود ونصارى وفي آل عمران ومن شياطين الجن في الأنعام وفي الأنعام عن شياطين الجن الذين هؤلاء جميعا هدفهم أن يصرفوا المسلمين عن دينهم. فناسبها أن تأتي الجملة بأبلغ عبارات تفيد التأكيد فاستخدم هدى بغير الألف واللام لأن النكرة تفيد العموم ثم زاد التأكيد بلفظ هو. أما في آية آل عمران فهذه الآية تتكلم عن مداهنة من أهل الكتاب نؤمن أول النهار وكفروا آخرة بأن فهذه المداهنة من أهل الكتاب بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخرة فلذا كان التأكيد بصورة أخف من السابقتين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مع نفس الآية 120 من سورة البقرة التي سبق تلاوتها. أيضا هذه الآية من وجه آخر تتشابه مع الآية 145 في نفس السورة سورة البقرة ومع الآية 37 من سورة الرعد. للسائل أن يسأل بالرغم من أن التحذير واحد في الآيات الثلاث إلا أنه اختلفت صيغة الآيات وما ترتب فيها من عقوبة. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. لكي يتبين لنا معنى الآيات لابد أن نعلم الفرق بين لفظي الذي وما فكلاهما يؤديان نفس المعنى. لفظ ما يأتي ويؤدي معنى لفظ الذي لكن الذي أبلغ في الإيضاح وفي تعدد الاستخدام. وأضرب لك مثلا قوله تبارك وتعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. جرب كده أن تستبدل الذي بما أمن هذا ما يرزقكم فلا تصلح. فاستخدامات الذي عند النحويون ونحن لن نتعرض لهذا بالتفصيل أكثر فهي أبلغ في الإيضاح وفي الاستخدام من ما. من هنا يتبين أن الذي التي وردت في آية البقرة 120 ناسبت موضعها أبلغ النسب حيث أن الآية تتحدث عن عموم علوم الدين. آية البقرة الأولى تتحدث عن عموم علوم الدين لم تختص طاعة بعينها. أما آيتي البقرة 145 والرعد 37 فكلاهما تتحدث عن جزئية عن أمر خاص من علوم الدين. فآية البقرة 145 تتحدث عن تحويل القبلة وهو أمر في ذاك الوقت كان قابلا للنسخ. وآية الرعد 37 جاءت بعد قوله تبارك وتعالى والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فهم هؤلاء انقسموا على أنفسهم منهم من آمن ومنهم من يخالفكم في بعض الأمور. فلذا اختصت الذي
بالموضع الأول الذي يحتاج مزيد بيان وإيضاح، والموضعين الآخرين وضعت فيهما ما لمحدودية ما تدل عليه. يبقى سؤال، لما اختصت البقرة 145 بلفظ من بعد؟ نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمرادي، لفظ من يسمونه لفظ يفيد ابتداء الغاية، الحد وابتداء الغاية، ووجودها هنا مهم، حيث أن الآية تتحدث عن الصلاة، والصلاة معلوم أنها لها مواقيت تبدأ من كذا، فناسب أنها تتحدث عن أمر له ميقات يبدأ من كذا، أن تأتي من التي تفيد ابتداء الغاية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتوفيق الله مع الجزء الأخير من هذه الحلقة مع الآية 121 من سورة البقرة، مع قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية تتشابه مع الآية 146 من سورة البقرة، ومع الآية 20 من سورة الأنعام. للسائل أن يسأل عن اختلاف فعل أهل الكتاب في المواضع الثلاث. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده، إذا تدبرت كل موضع وما سبقه من آيات تعلم أن كل آية ناسبها جدا موضعها. فالآية الأولى من البقرة تتحدث عن عدم رضا أهل الكتاب عن المسلمين إلا إذا اتبعوا ملتهم، والآيات التي قبلها يقول الرب تبارك وتعالى فيها: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا الحق الذي هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الآية تقول: وكيف يكون ذلك أن تتبع ملتهم بعد الذي جاء من الله وهو القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار. فناسبها جدا أن يأتي بعدها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أما الآية الثانية من البقرة فهي تتحدث عن تحويل القبلة التي كانت اختبارا شديدا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو معروف عندهم في كتبهم بصفته وبوصفه التام. وهذه طبعا سبقها ذكر: قد نرى تقلب وجهك في السماء، والآية الأخرى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. فالحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجب طاعته، فلذلك جاء بعد هذه الآية قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أما الآية الأخيرة وهي آية الأنعام، فكل الآيات التي سبقتها تتحدث عن وحدانية الله، بل الآية التي سبقتها مباشرة تقول: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ففي هذا الموضع كلمة يعرفونه عائدة على توحيد الله، وعائدة على علمهم بالله بقدرته برؤية آياته في خلقه، فهي عائدة على الله سبحانه وتعالى. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون، يعني يعرفون إلههم الواحد الأحد، فلذا ناسبها أن تختم الآية: فهم لا يؤمنون.
هذا وبالله التوفيق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على طاعته وفي حبه وفي طاعة نبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك وسنة نبيك. اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعتك أن تحكم الوجود وأن تظهر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.